مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا مجددا في هذا البث المباشر والمؤلم من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من منطقة بورغون. كما كتشوفوا مشاهدي قناة شوف تيفي، عناصر الوقاية المدنية أمام الفيلا اللي طاح وسطها واحد السيد اللي كان خدام هو والزملاء ديالو، يعني طاح في واحد البير فلاكاب. إلى حدود الساعة مشاهدي قناة شوف تيفي جميع يعني ما كاينش شي معطى كيفاش يعني طاح، كيفاش شنو وقع ليه، واش شحال من واحد كان معاه، شنو السبب اللي خلاه أنه يدخل. سمعنا بأنه دخل يعني حيت يعني بهدف أنه خدام هو والزملاء ديالو لداخل، خدامين كيصيبوا شي حاجة يمكن في لاكاب وما انتبهش، ربما ما انتبهش لهذا البير هذا اللي كاين في لاكاب لتحت، فبالتالي زلق وطاح. فنتمنى متتبعي قناة شوف تيفي أنه ما يوقع ليه حتى شي حاجة ويخرج سالم غانم من هاد الحديث هذا اللي ولا يعني كيتكرر بواحد الشكل اللي هو كبير للاسف، شحال من خطره كنشوفوا اشخاص يعني كيموتوا بسبب لقمه العيش في ظل حفر الابيار او يعني القوادس او ما شابه. الله يجزيكم بخير، ما تبقاوش تخاطروا بحياتكم حتى لهاد الدرجه هذه. زيد على هذا انه ردوا بالكم، الله يجازيكم بخير. فاش كونوا خدامين ردوا بالكم. دابا هاد السيد ربما شاف يعني ما شافش البير وحط رجلو حتى زلق فيه. نتمنوا انه ما توقع له حتى شي حاجه. الى حدود الساعه حنا في انتظار يعني المعطيات الرسميه من جهات من يعني من المصادر، في انتظار يعني المعطيات اللي كتفيد ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يعني انقاذ هاد الشخص هذا، باش انه ما يبقاش يعني ما توقعلوش شي حاجه يا ربي. نتمنوا انه ما يوقعلو حتى شي حاجه ويخرج سالم غانم من هاد الحادث هذا. الله يحفظوا الوالديه يا ربي، الله يحفظوا. فمجهودات مبذوله الان من قبل عناصر الوقايه المدنيه في هاد اللحظات من اجل انقاذ شخص غرق في بير تحت لاكاب تحت الفيلا، يعني فلاكاب تحت الفيلا، يعني دخلوا باش انهم يصيبوا شي حاجه حتى يعني زلق وطاح. فالباب مغلق في انتظار يعني ما ستسفر عنه المجهودات ديال عناصر الوقايه المدنيه اللي دائما كيضحيوا تضحيات كبيره وكيقوموا بمجهودات كبيره في سبيل انقاذ المواطنين وفي سبيل انقاذ الارواح. نتمنوا انهم يتمكنوا من انقاذ روح السيد هذا. فعناصر الوقايه المدنيه وعناصر الامن الوطني امام هذه الفيلا هذه، نتمنوا يا ربي يكون على خير، اكيد نتمنوا يكون على خير. مركز الطب الشرعي واش مات؟ مسكين، لا اله الا الله محمد رسول الله. مشاهدي قناه شوف تيفي كما كتشوفوا يعني حضور سياره ديال نقل الطب الشرعي. سميت عبد الواحد، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. السيد مات. تليفون. لا اله الا الله محمد رسول الله، السيد مات مسكين، لا اله الا الله، لا اله الا الله. حضور لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. حضور سيارة مركز الطب الشرعي في هذه اللحظات. إن لله وإنا إليه راجعون. 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
سيد مات مشاهدي قناه شوف تي في، الله يرحمه يا ربي، الله يرحمه. السيد اللي غرق في البير مات، متتبعي قناه شوف تي في، ردوا بالكم، ردوا بالكم، الله يجازيكم بخير، ردوا بالكم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. إن لله وإن إليه راجعون، إن لله وإن إليه راجعون، إن لله وإن إليه راجعون، إن لله وإن إليه راجعون. الله يرحمه يا ربي. اللي كيسولنا شنو واقع مشاهدي قناة شوف تي في، واحد السيد كان كيخدم هو والزملاء ديالو داخل هاد الفيلا هادي في لاكابل تحت ديال الفيلا، لكن للأسف يعني كان واحد البير ربما ما انتبهوش له حتى غرق فيه السيد. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.